بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نشرح مساله على التامس السدود. ترى مساله بالشكل ده كده، منسوب الارض تحت خالص 10، ومنسوب الميه امام السد 28، منسوب الميه خلف السد 16، ومنسوب اعلى نقطه خالص فوق ب 30، والنقطه دي كده منسوبها 14، والناحيه التانيه برضو منسوب الميه منسوب الارض 10. هنا في كات اوف اللي هي الشيب بايل على مسافة 2 متر، ولكن الانحدار الهيدروليكي خلف السد 1 على 5 اللي هي كانت زي 1 على C كده، يبقى هنا السي ب5. المفروض اول مطلوب هو طلبه مننا عايز تحسب له الليفل اوف كات اوف. تمام. فاحنا اول خطوه احنا عارفين القانون بتاع ال كريب، طول بتاع السحب بتاع الميه كان بيساوي سي كابيتال في الاتش. احنا السي زي ما قلت لك ان هنا الانحدار الهيدروليكي 1 على 5 اللي هو 1 على C، تبقى السي ب5 في الاتش اللي هو فرق الميه، فرق منسوبين الميه هي الجزء ده كده، فيبقى 28 ناقص 16 يدينا 12، يبقى الكلام ده بيساوي 60 متر. بعد كده هنحسب ال كريب من المسافات اللي قدامنا، فيبقى ال كريب هيساوي المفروض من هنا لحد هنا كده، الجزء ده كده انا عارف ان الجزء ده كده 6 متر، المسافة دي 6 متر، ولو سمينا الكات اوف ارتفاعه دي ودي، يبقى هنا 2D لحد هنا كده. من هنا لحد الاخر الجزء ده كده هيبقى فرق المنسوبين في الميل، لو عامل ميل اهو بوينت الميل بوينت 8، اعلى نقطه خالص 30، والنقطه دي كده 14، هيبقى 30 ناقص 14 في الميل، جبنا المسافه الافقيه. فيبقى الطول بتاعنا 6 متر زائد الاتنين دي زائد 30 ناقص 14 في الميل اللي هو بوينت 8، كده جبنا المسافه الافقيه، هيطلع الكلام ده ب 18 و8 زائد 2 دي. لو سوينا الكلام ده بال 60 هتبقى 60 بتساوي 18 و8 زائد 2 دي، تبقى دي هتساوي 20.6 متر. يبقى كده منسوب الكات اوف تحت ال 10، منسوب الكات اوف انا عندي المنسوب هنا 10، فهتبقى المسافه دي كده 20.6 هتبقى سالب 10.6، هتشيل العشرة منها، هتبقى الارتفاع المنسوب ده كده سالب 10.6. تمام. يبقى الليفل هيساوي سالب 10.6 متر. المطلوب التاني عايز يحسب البايزومتريك هيد والابليفت هيد. بس هو قال لك خد مستوى المقارنة اللي هو الديتوم بتاعك، هيبقى المقبل خلف السد اللي هو ده كده، يبقى هو ده الديتوم بتاعنا. تمام. لو خدنا كده الجزء ده تحت نحسب عليه، لسه جايبين الارتفاع ده 20.6. طيب هنحسب فين الاماكن اللي نحسب عندها؟ هنحسب هنا كده عند سكشن 1 في البداية هنا، و2 قبل الشيت بايل، و3 بعد الشيت بايل، في الاخر خالص 4. يبقى سكشن 1 هنحسب له البايزومتريك هيد عند 1، تبقى الاتش 1 تساوي مفروض ارتفاع المية عند النقطة دي كده هو الجزء ده، الهيد بتاع المية هيبقى 28 ناقص 10
هيدينا 18. لو انت فاكر القانون كان بيساوي البي على الجاما زائد الزد ناقص ال ان الطول بتاع مسار الميه في الانحدار اللي هو 1 على السي. فيبقى ال اتش 1 كده بتساوي البي ارتفاع الميه عند النقطه دي ب 18، كثافه الميه ب 1. هو قال خد الديتم هنا عند ال 16، تبقى المسافه دي كده كام؟ سالب 6، لان انا تحت الديتم، فتبقى سالب 6 ناقص الطول، طول مسار الميه عند النقطه دي لسه الميه ما اتحركتش، يبقى ناقص صفر. فيبقى اول واحده ب 12 متر. اتش 2 بازومتريك هيد عند 2 هتساوي برضو ارتفاع الميه برضو 18، الهيد بتاع الميه 18، وبرضو الديتم بتاعنا ب 6، ناقص كده مشينا 2 متر. المسافة الصغيرة دي لحد السكشن 2، المسافة دي كده 2 متر، يبقى هنا ناقص 2 في الواحد على السي اللي هي 1 على 5، يبقى الكلام ده ب 11.6 متر. بعد كده اتش 3 بعد القط اوف او بعد الشيت بايل هنزود 2 الدي، فتبقى 18 ناقص 6 ناقص 2 زائد 2 الدي اللي هي 2 في 20 و6 كده، الكلام ده مضروب في 1 على 5، هتطلع 3.36 متر. اتش 4 بتساوي اتش 4 هناخد المسافة كلها بقى، هتبقى برضو المنسوب بتاع المية برضو 18، وبرضو الزد ب6، فرق الهيد ب6 برضو، ناقص الطول كله بقى كان 18 و8 زائد 2 في 20 و6 اللي احنا جبناها فوق، كانت كلها كاملة كده 18 و8 زائد 2 في 20 و6، الكلام ده مضروب في 1 على 5 هيطلع بيه 0، وده منطقي. بعد كده عايزين نحسب الاب ليفت هيد، نطلب رقم 3 بقى. الاب ليفت زي ما احنا قلنا كان الفرق في القانون ده عن التاني، القانون ده كان اليو بتساوي بي على الجاما ناقص او زائد ال ان ناقص بقى، كان دي ناقص ال ان اللي هو الطول في 1 على السي. يبقى انت لو ركزت قلنا الفرق هنا بين اللي فوق هي الزد، الفرق هي قيمة الزد دي، فانا هنا كنت طارحها في الكل، كنت طارح سالب 6، هنجمع عليهم كلهم موجب 6، يبقى كده عوضنا الموضوع. فتبقى البي 1 البريشر او الاب ليفت عند 1 هتساوي، كانت البايزومتريك بتساوي 12، هنجمع عليها 6. والبي 2 بتساوي البايزومتريك كانت 11 و6، هنجمع عليها 6. والبي 3 البايزومتريك كانت 3 36، هنجمع برضو عليها 6. والبي 4 كانت 0، هنجمع عليها 6. يبقى هنا الرقم ده ب 18، وده كده ب 17 و6، وهنا 9 36، وهنا ب 6. تمام، عايزين نرسم بقى شكل الاب ليفت هيد. المفروض انا كان عندي القاعده بتاعه الدام كده، ودي الشيب بايل، وده الجزء ده هنرسم عليها بقى. المفروض عند اول واحده كان طالع بي 18، هنا كده عندها نقطة كانت القيمة ب 18، قبل الشيت بايل كانت ب 17 و6، يعني هنا كده، فهننقل حاجة بسيطة كده، ادي 17 و6. بعد الشيت بايل كانت 9 36، يعني هنا كده أصغر شوية 9 36، في الآخر خلاص كانت ب6، وصل بينها كده، هي بدا الشكل بتاعنا. المسافات بقى بتاعتنا كده كانت من هنا لحد قبل الشيب بايل كانت 2 متر، والمسافة دي كده كلها كانت 18 و8، تبقى دي 16 و8. تمام، المفروض برضو نحسب قيم الاب ليفت ديت، نحسبها كقيم هنحتاجها دلوقتي. فالمفروض لما نيجي نقسمهم هنقسمها بالشكل ده كده، هنا نقسم مستطيل ده الشبه منحرف ده مستطيل مثلث، والشبه منحرف ده برضو مستطيل ومثلث. هنحسب قيمة الاب ليفت الاولانية هنسميها ار، نسمي دي ار 1 ودي ار 2، والجزء المستطيل ده ار 3، والمثلث ار 4، هنحتاجها دلوقتي. تمام، بعد كده هو عايز مننا
نحسب له الفاكتور اوف سيفتي او نعمل تشيك على السلايدنج والاوفر تيرنينج للسد. نعمل تشيك على السلايدنج والاوفر تيرنينج للسد. تمام، برضه هناخد الرسمه دي كده تاني. تمام، هنكبرها شوية بس. تمام، اول حاجة احنا محتاجين نحسب الاوزان ونحسب الابليفت ونحسب القيم بتاعت البريشر للمية. فهنضطر نقسم الاشكال ديت لمساحات نعرف نجيب، او اشكال نعرف نجيب مساحتها. فانا هقسم اول حاجة الجزء ده كده، وبرضو الجزء ده نقسمه اتنين. برضو نعمل هنا الناحية اليمين او الناحية الشمال هيبقى فيها بريشر للمية، فتبقى مثلث كده قيمته جا موتر في الاتش، والناحية دي برضو هيبقى فيه بريشر المية قيمته جا موتر في الاتش زائد قيم الابليفت. وبرضو هنعمل الجزء ده كده، المفروض الجزء ده برضو شغال معانا الحتة دي كده، جزء المية اللي فوق السد نفسه هتشتغل معانا كوزن. يعني هنسمي بقى بالترتيب كده، الجزء المستطيل ده هنسميه W1 وده W2 وده كده W3 والمثلث ده هنسميه W4، وهنسمي البريشر بتاع المية هنا هنسميه B1، والناحية التانية هي شغال معانا هنسميه B2. المفروض الناحية دي ده هتبقى اسمها اكتف زي ما عرفنا في السويل، والناحية دي هتبقى باسف. هنا منصوبه مية أعلى من هنا، فمنصوبه المية الأعلى يبقى اكتف والناحية التانية يبقى باسف، فالباسف ده جزء شغال معانا. تمام، عايزين نحسب بقى الأوزان ديت ونحسب قيم الأبليفت ونحسب قيم البريشر. هو قال لك ان الجسم بتاع السد ده خرسانة عادية في المكاسات بتاعتها 2 و2، فهنعمل جدول كده. هنا الوزن، كده الاربع اوزان والقيم بتاعت القيمة بتاعتها الفاليو. المفروض الوزن الاولاني اللي هو الدبليو واحد، المسافة دي كده 6 متر، في الارتفاع من 10 لحد 30 يبقى 20 متر، منسوب هنا 10 والمنسوب هنا 30، يبقى الفرق الارتفاع ده 20 متر. طبعا عشان اجيب الوزن بقول الطول في العرض في الارتفاع في الكثافة، فاحنا ناخد الطول بتاعنا الامتداد بتاعنا ناخده متر دايما، فيبقى العرض 6 متر، في الارتفاع 20 متر، في الكثافة 2 و2. الكلام ده كده طلع 2 6 4. طبعا وزن يبقى القوة لتحت. طب ذراع العزم، احنا بنحسب دايما ان المفروض ان السد ده لما يحصل له اوفر تيرنج دوران هيلف حوالين النقطة دي ناحية الباسف، فالقوة المفروض قوة ضغط المية الناحية دي كبيرة، فهيحصل دوران الناحية التانية. فأنا عايز أحسب المسافة لحد هنا، المفروض المسافة دي كانت 18 كلها كانت 18 و8، من هنا لحد هنا كانت المسافة دي 18 و8، هنشيل الحتة دي منها اللي هو نص المستطيل يبقى 3، فتبقى المسافة دي 18 و8 ناقص 3. ده كده ذراع العزم،
المومنت، هنضرب الاتنين في بعض يجيب لنا قيمة المومنت. فانا قيمة المومنت لما اضرب ده في بعض هيطلع 4171.2، تمام. دبليو 2 ده قيمة المثلث، الفرق برضو كان 30 وهنا كانت 14، يبقى الفرق 16 متر، فيبقى ده مثلث، يبقى نص في 12 و8، نص في 12 و8 في 16 في 2 و2، نص في 12 و8 في 16 في 2 و2، يبقى 225.28. وبرضو الأسفل زرار العزم برضو هيبقى المفروض الحتة دي كده تلت والحتة دي تلتين، فهيبقى تلتين ال 12 و8. تلتين ال 12 و8، تطلع 8.53. وقيمة المومنت اضربهم في بعض، تمام. بعد كده دبليو 3 ده المستطيل اللي تحت ده، قلنا المسافة ديت 12 و 8، يبقى 12 و 8 في الارتفاع 4 في 2 و 2 الكثافة، يبقى 4 في 12 و 8 في 2 و 2 هتطلع 112.64، والمسافة هتبقى نص ال 12 و 8، تبقى 6 و 4، وهنا 729. دبليو 4 بقى الجزء ده كده انا عارف ان المنسوب ده كان 16، يعني الارتفاع ده 2 متر والميل كان ماشي بوينت 8، فانا اقدر اجيب المسافة الافقية ديت عشان اجيب الوزن، هتبقى 2 في بوينت 8، 2 في بوينت 8 يطلع 1.6، يبقى المسافة دي كده 1.6، يبقى نص في 2 في 1.6 في كثافة المية بواحد، نص في 2 في 1.6 في كثافة المية بواحد، هيطلع الكلام ده 1.6، والمسافة بتاعتنا هتبقى الحتة دي كده الصغيرة هتبقى تلت الواحد وستة، يبقى 1.6 على 3، يطلع قيمة المومنت ب 0.85. كده خلصنا الأوزان، ناقص نحسب قيم الأبليفت. الأبليفت كان هي الرسمة دي كده، تعالى برضه ناخدها تحت نحسب القيم بتاعتها. هيبقى عندنا بقى الار واحد الارتفاع هنا 6 والطول 16 و8، يبقى الار واحد 6 في 16 و8، فيبقى هنا الار واحد بتساوي 6 في 16 و8، هيطلع ب108، وسرعة العزم بتاعها تعالى نعملها جدول افضل عشان نعرف نضرب كده بسرعة. يبقى أول واحدة 16، 6 في 16 و8، 6 في 16 و8 طلعت 108، وزرع العزم هيبقى نص 16 و8، 8 و4 اضرب في بعض هتبقى 846.72. الار 2 هي المثلث الصغير ده، فيبقى مساحته نص، الارتفاع ده الجزء ده كده هيبقى 9.36 ناقص 6، والكلام ده في الطول 16 و8، هيبقى نص في 3.36
في 16 و8 تطلع 28 و2 وزرار العزم هيبقى تلتين الـ16 و8 هتطلع 11 و2 وقيمة المومنت هتبقى 316 و11. ار 2 اللي هو المستطيل، المستطيل ده المسافة دي كده 17 و8 في 2 تبقى 2 في 17 و8 في هتطلع 35 و2 وبعدين المسافة هتبقى 16 و8 ونص لـ1. انا هنا واقف في النص بالظبط، يبقى ناخد نص الاتنين واحد تبقى 17 و8 نضربهم في بعض هتبقى 626 و56. ار 4 اللي هو المثلث الصغير ده، الحتة دي كده المفروض قيمتها 0.4 اللي هي 18 ناقص 17 و6 هتبقى 0.4 في نص الاول عشان ده مثلث في 2 هتطلع 0.4 والمسافة هتبقى 16 و8 زائد 30 الاتنين، 16 و8 زائد 30 الاتنين هتبقى 18 و3 يبقى قيمة المومنت 7 25. ناقص بقى نحسب ضغط المية، المفروض ضغط المية هنا هيبقى تحت خالص هيبقى جاما في اتش، ارتفاع المية هنا 18 يبقى القيمة دي 18 ويبقى قيمة الضغط نص 18 في 18 وهنا المنسوب هنا 16 وهنا 10 تبقى دي 6 يبقى نص 6 في 6. يبقى هنعمل له جدول برضو اللي هي قيم بتاعة البي 1 البريشر بتاع المية والبي 2 هنا نص في 18 في 18 هتطلع 162 وهنا نص في 6 في 6 هتطلع 18. برضه زراع العزم هيبقى تلت، اكيد الجزء اللي تحت تلت، يبقى 18 على 3 فيها 6 و6 على 3 فيها الـ2 نجيب قيمة المومنت 972 و36. كده احنا خلصنا كل القيم اللي المفروض نجيبها، ناقص بقى نحسب نعوض في القوانين بتاعت سلايدنج والاوفر تيرنينج. احنا عايزين نحسب قيمة الفاكتور اوف سيفتي، فبقول لك قيمة الفاكتور اوف سيفتي في حالة السلايدنج بتبقى ما تزيدش عن 1.5 او ما تقلش قصدي عن 1.5، فيبقى اول تشيك اللي هو تشيك اوف سلايدنج القيمة بتاعتك بتساوي ان الفاكتور اوف سيفتي بتاعنا بيساوي الميو في سميشن الان مجموع الاوزان على سميشن القوة الافقية، مجموع القوة اللي هتعمل وزن ناقص القوة الافقية، وناخد الميو ديت فاكتور اوف سيفتي بناخدها بنص. فانت عايز تجيب مجموع الاوزان هتجمع القوة اللي نازلة كلها ناقص القوة اللي طالعة كلها، المفروض الابليفت طالع والاوزان كلها نازلة والابليفت المفروض كلها طالعة فوق عايزة تطلع السد فوق، فيبقى هنعمل ايه؟ هنجمع القوة كلها اللي نازله ناقص القوة اللي طالعه، يبقى W1 زائد W2 زائد W3 زائد W4 ناقص R1 ناقص R2 ناقص R3 ناقص R4. فيبقى الوزن هنا هيساوي سميشن الوزن او الـN هتساوي سميشن الوزن ناقص سميشن الR، فيطلع الكلام ده ب 4 3 8 و 8 9. طب الاتش القوة الافقية، انا عندي 2 قوة افقية، عندي البي 1 والبي 2، البي 1 عكس البي 2، فيبقى البي 1 هنطرحها 162 ناقص 18 اللي الاتنين عكس بعض فهتطلع 144. لو عوضنا بقى هيبقى الكلام ده بيساوي نص في النص اللي هي الميو في سميشن ال ان اللي هي 4 3 8 و 98 على او 89 على 144 هيطلع الكلام ده 1.52، المفروض ان هو اكبر من 1.5 يبقى كده اوكي تمام. المطلوب التاني او التشيك التاني تشيك اوف اوفر تيرنينج، المفروض زي ما احنا عارفين ان القوة اللي ممكن تعمل دوران للسد هي القوة الابليفت والبيهات اللي هي اللي الضغط بتاع المية اللي هيعمل مقاومة للكلام ده اللي هو الاوزان. فانا اقول له بقى كده المفروض الفاكتور اوف سيفتي هيساوي المقاوم على المسبب، المومنت اللي هيقاوم على المومنت اللي هيسبب الدوران، وهنا بقول لك المفروض تكون اكبر من 2.
المفروض المومنت اللي هيقاوم المومنت الريزيست هو مين؟ هو سميشن المومنت بتاع الاوزان بس زائد البي 2 المومنت بتاع البي 2 والبي 2 هتبقى باسف زي ما قلنا فهتقاوم معانا. فانا هجمع البي 2 هاخد الرقم ده كده وهجمع الارقام دي يبقى كده الاربع ارقام دول مع البي 2 هنجمعهم مع بعض هم دول اللي هيقاوموا هيطلع 6 8 1 6 8 5 1 بوينت 3 3 طن متر. ومفروض المومنت اللي هيعمل اوفر تيرنينج هو مين؟ الاربعه بتوع الاب ليفت الاربعه دول كده والبي 2 كمان البي 1 كمان الاربعه دول هيعملوا الخمسه دول هيعملوا اب ليفت فهنجمعهم هيبقى سبميشن المومنت اللي جاي من الاب ليفت زائد المومنت اللي جاي من البي 1 فيطلع الكلام ده 2768.64 طن متر. يبقى هنعوض بقى في القانون ان الفاكتور اوف سيفتي بيساوي ده على ده هتطلع 6851.33 على 2768.64 ويطلع الكلام ده 247 اكبر من 2 يبقى المسألة كلها سيف. وشكرا.